وأسعد الله صباحكم بالخيرات والطاعات والمسرات. أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعني بكم على مائدة كتاب الله تبارك وتعالى في مجالسنا الموسومة بتأملات في آيات في مجلسنا 79 بعد 500,000، وهو المجلس 64 بعد 200 من مجالس زبدة التأويل الأثري من مختارات الإمام الطبري، ومع الجزء الأول من الآية 84 في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. حيث قال أبو جعفر رحمه الله تعالى في تأويل هذا الجزء الأول من هذه الآية: قال وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، هي في المعنى والإعراب نظير قوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، فهو جعلها الآية 84 معطوفة على الآية 83 قبلها، وجعلها نظيرة لها. هناك وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وهنا وإذ أخذنا ميثاقكم، ف الضمير المتصل في ميثاقكم كاف الميم راجع إلى بني إسرائيل، وهذا تكميل للميثاق الأول الذي في الآية 83. وقلنا أن في الآية 83 الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل في 6 أشياء: توحيد، البر، الإحسان إلى الأقارب، اليتامى والمساكين، والقول للناس، القول الحسن للناس، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذه 6 عطف عليها في هذه الآية 3 أشياء. أول هذه الأشياء عصمة الدماء، عصمة دماء بني إسرائيل، فقال لا تسفكون دماءكم، والنهي يقتضي التحريم، فحرمة سفك الدماء. ومعنى تسفكون أي تصبون وتريقون دماءكم، السفك هو الصب والإراقة. لا تسفكون دماءكم، لا تصبونها وتريقونها ظلما. قال أبو جعفر: فإن قال قائل وما معنى قوله لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أو كان القوم يقتلون أنفسهم، يعني الإنسان يقتل نفسه ويخرج نفسه من دياره، فنهوا عن ذلك. قال أبو جعفر: ليس الأمر في ذلك على ما ظننت. هذا الظاهر من النص، لكن ليس الحقيقة على هذا الظاهر، ولكنهم نهوا عن أن يقتل بعضهم بعضا، فكان في قتل الرجل منهم الرجل قتل نفسه، وهذا عام بعد ذلك، هذا خاص فيهم وعام في البشرية قبلهم وبعدهم. فحين يقتل الإنسان إنسانا هو في الحقيقة قتل نفسه، حين تقتل إنسانا كأنك قتلت نفسك، بل ليس كأنك، في الحقيقة أنك قتلت نفسك، لأنك أعدمت نفسك الحياة
الحياة الأخروية الأبدية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ماذا يريد بعد هذا الإعدام؟ وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقتل الآخر هو قتل لنفسك، إذا كانت ملتهما بمنزلة رجل واحد، إذا كانوا أصحاب ملة واحدة، أصحاب دين واحد، فحين تقتل ابن ملتك كأنك قتلت نفسك. وهو صريح في قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيره. وأذكر مرة كنت أزور شخص في السجن، وأنا واقف أزوره جاء رجل آخر كان قد قتل رجلا آخر في ليالي رمضان الأخيرة بعد ليلة 26 أو 27 من رمضان، قبيل ليلة العيد بليلة أو ليلتين، كان قتل رجلا. وأنا في الزيارة جاء هذا الرجل القاتل يعني، فأقول له: لا تيأس من رحمة الله ولا تيأس من روح الله وتب إلى الله تبارك وتعالى. قال: لا، أنا قد انتهيت، لكن الحمد لله وهو في السجن تاب إلى الله عز وجل وأناب وصلح حاله، ونرجو أنه على خير وأن يعفو الله عز وجل عنه. فالشاهد في ذلك أن الذي يقتل إنسان من ملته فكأنما قتل نفسه في حقيقة الأمر، وإذا أخرجه من دياره، اعتدى عليه وأخرجه من داره، كأنما أخرج نفسه من داره. ومنها أيضا قول الله تبارك وتعالى: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. أنت حين تقول لمن في الدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كأنك سلمت على نفسك. وتكررت الآيات في القرآن أنك تتعامل مع غيرك كأنك تتعامل مع نفسك، فمنها هذه الآية ومنها آية السلام كما ذكرنا. قال: فكان في قتل الرجل منهم الرجل قتل نفسه إذا كانت ملتهما بمنزلة رجل واحد. واستشهد على هذا الذي ذهب إليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره من حديث النعمان بن بشير: إنما المؤمنون في تراحمهم وتعاطفهم بينهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لأن المؤمنين كأنهم جسد واحد، تؤلمه عينه فكل البدن يسهر ويسخن ويتعب، يؤلمه ضرسه كأن الجسد كله. فكذلك أهل الملة الواحدة كأنهم جسد واحد. وقد يجوز إذن هو هذا المعنى الذي بينه ورجحه، دائما يبدأ بالراجح هو عنده، واستدل عليه بالحديث. لكن يمكن أن يأتي معنى آخر، يعني الآية تحتمل، لكن تحتمل احتمالا مرجوحا وليس راجحا كالأول. وما هو هذا الاحتمال؟ قال: وقد يجوز أن يكون معنى قوله: لا تسفكون دماءكم،
أي لا يقتل الرجل منكم الرجل منكم فيقاد به قصاصا. فأنت حين تقتل واحد ويقتلونك قصاصا كأنك قتلت نفسك، فيكون بذلك قاتلا نفسه، لأنه كان الذي سبب لنفسه ما استحقت به القتل، فأضيف بذلك إليه قتل ولي المقتول إياه قصاصا بوليه. كما يقال للرجل يركب فعلا من الأفعال يستحق به العقوبة فيعاقب العقوبة، أنت جنيت هذا على نفسك. ومنها ما تقوله العرب: يداك أوكتا وفوك نفخ، مثلا تقوله العرب. واحد أراد أن يسبح في الماء فأخذ قربة، ما كانت هذه الإطارات، أخذ قربة ونفخها، فحين تنتفخ القربة يصبح فيها الهواء يستطيع أن يعوم الإنسان فيها، فأخذ القربة ونفخها وربطها ودخل الماء، فانفتح الرباط الوكاء الذي كان يربط القربة، فذهب الهواء الذي في القربة فكاد أن يغرق. فمر به واحد وهو يستغيث ويريد أن ينجيه، فقال له: يداك أوكتا، يعني هي التي ربطت القربة، وفوك الذي نفخ، فلماذا تلوم الناس؟ أنت لوم نفسك. ولذلك الذي يفعل فعلا يأتي بالضرر على نفسه كأنه هو الذي أضر نفسه. وهذا الذي يقتل مقتولا فيقتص منه به فيقتل به كأنه هو الذي قتل نفسه، هذا المعنى الثاني. ونقل هذا المعنى الثاني والمعنى الأول عن بعض أهل العلم، فقال بسنده إلى قتادة في قوله: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من ديارك، ونفسك يا ابن آدم أهل ملتك، يعني لا تقتل أحد من أهل ملتك فتقتل نفسك، ونحن ملتنا الإسلام والإيمان، لا تقتل أحدا من المسلمين فتقتل نفسك. ثم ساق بسندي عن أبي العالية في قوله: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، لا يقول لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يخرج بعضكم بعضا من الديار. ثم ساق بإسناد آخر عن قتادة قال: لا يقتل بعضكم بعضا بغير حق، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، فنفسك يا ابن آدم دماء أهل ملتك ودعوتك، أهل ملتك ودعوتك هي نفسك. ثم قال: ثم أقررتم، في تأويل قوله ثم أقررتم، أي بالميثاق الذي أخذنا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، ثم جاءت الآية التالية تابعة للأولى ومعطوفة عليها: وإذ أخذنا ميثاقكم فأقررتم بهذا الميثاق. إقراركم بهذا الميثاق هو بحد ذاته ميثاق، من الميثاق الإقرار به، من تمام الميثاق الإقرار به. ولذلك في المحاكم عادة ما يجري في كل المحاكم عند التقاضي، أول شيء القاضي يسأل المتهم مذنب، فإذا قال مذنب معناته أقر، وقالوا الاعتراف سيد الأدلة، ما يحتاج القاضي بعد ذلك للبحث عن أدلة أخرى. مذنب قال أنا مذنب، نعم. فأول ما يصدر القرار، قرار المحكمة، قال: وبإقراره
فيكون الإقرار سيد الأدلة، فهذا الإقرار هو الميثاق أو هو من الميثاق، هو من تمام الميثاق. ثم ساق بسنده عن أبي العالية يقول: أقررتم بهذا الميثاق، وعن الربيع مثله. من هذا البيان نجد أن أبا جعفر رحمه الله تعالى ناظر بين الميثاق في آية 83 وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وفي هذا الميثاق وإذا أخذنا ميثاقكم في الآية 84، وعطف الآية الثانية التي هي 84 على الآية 83. بيّن أبو جعفر معنى السفك، سفك الدم، بأنه الإراقة والصب. الثالث، سأل أبو جعفر سؤالا استنكاريا افتراضيا وأجاب عليه. رابعا، أول أبو جعفر قتل النفس بقتل الغير الملي، فأنت حين تقتل غيرك من ملتك كأنك قتلت نفسك. خامسا، استشهد أبو جعفر على هذا المعنى بحديث النعمان بن بشير الذي رواه البخاري وغيره، تكلمنا عنه. السادس، جوز أبو جعفر أن يكون المعنى القصاص. سابعا، ساق أبو جعفر عدة آثار على معنى القتل النفسي بقتل الملي. ثامنا، عطف أبو جعفر الإقرار على الميثاق الذي في الآية السابقة بالميثاق التالي، فهو ميثاق واحد إنما مؤكد، وهذا من التوكيد اللفظي، هناك الميثاق وهنا الميثاق، توكيد لفظي ليؤكد على الميثاق. تاسعا وأخيرا، أضاف أبو جعفر ثلاثة عناصر وهي قتل النفس والتهجير والإقرار، معطوفة على الستة السابقة في الآية السابقة: التوحيد والبر والإحسان والقول الحسن وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذه ثلاثة فصارت تسعة أشياء في الآيتين. بارك الله لي ولكم فيما قرأنا وفيما سمعنا، ونفعني الله وإياكم بما فيه في آيات الله من الحكمة. وننتقل إلى الفقرة التالية وهي الشرح اليسير المفهم لمختصر صحيح الإمام مسلم إن شاء الله، فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعني بكم على مائدة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجالسنا الموسومة بالشرح اليسير المفهم لمختصر صحيح الإمام مسلم في مجلسنا 68 بعد 103، ولازلنا في كتاب اللباس والزينة وباب في النمرقة فيها تصاوير واتخاذها مرافق. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام على الباب ولم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وفي رواية: فأخذته فجعلته مرفقين فكان يرتفق بهما في البيت. علاقة الحديث بالباب علاقة استنباطية، كتاب اللباس والزينة، واستنبط الإمام المنذري من هذا الكتاب من هذا الحديث هذا الباب الذي بوبه. في النمرقة فيها تصاوير واتخاذها مرافق، ما حكمها؟ هكذا كأنه يقول. أما علاقة الحديث بالباب فعلاقة نصية، النمرقة والتصاوير موجودة في نص الحديث. وأما الحديث فالظاهر أنه تابع للأحاديث السابقة التي تكلمنا عنها فيما سبق بالنسبة لحديث عائشة، سواء كان في حادثة متجددة أخرى أو في نفس الحادثة. فهنا تقول أنها اشترت النمرقة، النمرقة هي الفراش الذي يمكن أن يفترش ويمكن أن يرتفق، الارتفاق هذا مرفق، هذا الذي الآن أنا مرتفق على مرفقين، هذا سمى إيش؟ يعني متكأ. نعم، فهي ممكن هذه تطوى فتصبح مرفقا يرتفق عليها، يعني يضع مرفقه عليها ويتكئ عليها، ويمكن أن تفترش ويضطجع عليها أو يجلس عليها. وأقرب ما يمكن أن نصفه بذلك مثل هذه البطانيات التي نتدثر بها، ممكن أن نفترشها، ممكن أن نتدثر بها، ممكن أن نطويها ونجعلها مرفقا تحت مرافقنا. لكن هذه النمرقة كان عليها إيش؟ فيها تصاوير، والظاهر أنها تصاوير لأشياء محرمة. أما ما يكون مثلا من ورود، من بيوت، من أشياء ليس فيها روح، ما في حرج. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يدخل، فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهية، يعني رأيت أنه كره ذلك أو عرفت الكراهية في وجهه من خلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه حساسا، إذا رأى شيئا يكرهه عرف في وجهه. فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله. طبعا هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن نقول أتوب إلى الله وإلى رسوله، أما بعد وفاته فالتوبة إلى الله وحده صلى الله عليه وسلم ليس موجودا تقول أتوب إلى الله ورسوله، أما التوبة هي إلى الله. فماذا أذنبت؟ هي لا تعرف الخطأ الذي وقعت فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ يسألها، يعني هذا السبب الذي غير وجهي وهذا الذنب الذي أذنبتيه، أنك أدخلت هذه النمرقة في هذا البيت. وهذا دليل على أن إدخال الأشياء التي فيها الصور والتصاوير إلى البيت ذنب، وهو صريح في الحديث. قالت: الآن تريد أن تبرر هذا الذنب ولا مبرر له. قالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها، إذا شئت أن تجلس عليها جلست، وإذا شئت أن تطويها وتصبح وسادة تتوسدها ترتفق بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون. إذن
هذه الصور تكون سببا للعذاب. ويقال لهم تبكيتا وتعذيبا: أحيوا ما خلقتم، هل يستطيعون ذلك؟ الجواب: لا يستطيعون. فهذا من التبكيت والتعذيب. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وهذا الحق، كلام تكلمنا عنه سابقا. فأخذته، تقول عائشة: فأخذته فجعلته مرفقين، يعني هذا الظاهر أنه كان كبيرا، قطعته طوته فجعلته وسادتين، مرفقين يعني وسادتين، يرتفق بهما في البيت، إذا جلس في البيت يجلس بينهما يرتفق هكذا عليها أو هكذا. نعم. ففي هذا الحديث أن إدخال هذه الصور إلى البيت على نمارق أو غيرها ذنب من الذنوب يتاب إلى الله عز وجل منه بتغيير، توبتها كانت تغيير، فحتى صارت توطى، بدل ما تكرم صارت توطى ويتكأ عليها وتهان. فإذا كانت التصاوير من هذا القبيل مما لا تكرم فيمكن التساهل فيها. وفي هذا الحديث أن الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها هذه التصاوير. بارك الله لي ولكم فيما قرأنا وفيما سمعنا، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في مجلس قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.